وزيدوا كملوا فانيك. والحاج محمد راه وراه عليه قلت لكم باللي كان واقف مع هاد الناس، مع لي سيبورتير، خاطش نعطيكم برهان فانيك، نعطيكم دليل. الحاج محمد راه وراه في 2014 المناصر اللي شعل في ميجان داته الشرطه البرازيليه. الحاج محمد راه وراه ماشي كيما دوك الناس، كيما زاتيو ماجر، زاتي راقد في دارهم، ماجر راقد في البلاطو باش يغي يهضر من بعيد. الحاج محمد راو راو لحقه حتى القسم تاع الشرطه وخلص البروسي، وكيما يقول لك خلص عليه البروسي وخرجوا وركبوا معاه وداه حتى لوتيل وين كانوا قاعدين الانصار. احنا هذه اللي كنا نحوسوا عليها، هذه اللي كنا نقولوها لكم، هذه اللي الناس نساتها. جايني انا ذاك اللي قال لك هذا الهواري بالوهرن، هذاك ماشي من الوهرن، رابط درابو تاع قطر ودرابو تاع الجزائر. القطريين كتبوا له ديغاج راو راو ديغاج، طاوه قيمه الدراهم تاع 10 ملايين وقيل المعشه، ربط ديك البلاكا. والنهار قال لك هذيك لي سيبورتير راهم يقولوا الحاج محمد راه وراه ديغاج. وقطر كانت تحوس تحطم الجزائر باي طرق، داروا قطر جزيره سبور العربيه، جزيره سياسيه، الكاس المغربيه، حتى المغربيه ولاو يتكلموا، داروها قضيه خيانه وطنيه. الحاج محمد راه وراه يتسبب في مهزلة، الحاج محمد راه وراه يهين العالم. رديتونا الحاج محمد راه وراه كليشو القاتل، جبتوا افوك، جبتوا بروكيلا افوكا ولا ماشتايلا، وتقسوا فيه قدام الشعب، والتبهديله دايرينها. كي نديروا باش ندخلوا الحبس كي نديروه، وانا نخليكم تدخلوا الحبس، لا نخليه، حنا نخلوكم تدخلوا الحبس. تسمع ديك الاغنيه تي تيكيرو تيكيرو تي مالاد تي مالاد توا، راك مريضه ولدي خويا. وهذا كان باش يفرح الشعب الجزائري الحاج محمد راه وراه. وانتوما اليوم بزتي جيتو درتو زتي غلب الحاج محمد راه وراه، وزتي بيكشف الحقائق، وزتي طرتك قنبلة كبيرة مي قالوا لا ما نبنيش انايا، درتوها عجبتكم ما نبنيش لوتير ومنا ومنا. وحنايا زتي والصحافة والشعب الجزائري نقول لكم، الحاج محمد راه وراه كان رايح يجيب شركة أمريكية، شركة اسمها ستار هود، وهي شركة أمريكية متأسسة نشئت في 1969، مشهورة في بناء الفنادق والمرافق السياحية والرياضية بجميع الفروع، وهذه الشركة عندها 145 ألف عامل، عندها 145 ألف عامل يد عاملة تاعها. والحاج فرض عليها اليد العاملة تكون من الجزائريين، وفرض عليهم باش تكون له عمال ومهندسين وإطاريين، إطارات جزائرية باش يتعلموا جزائريين، باش كيما يقول لك، وطلب من الشركة يكونوا إطارات جزائريين، باش يكونوا إطارات جزائريين وعمال ومهندسين جزائريين. علاش يجيب لها إطارات مهندس يزيدوا يدوا ليكسبيريونس، ونزيدوا حنا نولوا نبنوا حنا بعد هذا المنشآت، نولوا نبنوا لي زوتيل وخد اخرين بيد عامله واطارات جزائريين. شو بنادم كي كان يخمم، ما كانش يتيري على الله، ما كانش يجي يقعد في البلاطو ويشرك في فمه، كان يخدم والصمت والسريه في العمل، كان انسان سري وإنسان تاع خدمة السرية.
زيدوا حنايا صحة، هذه صعيك هذه صعيك هذه صعيك، باش من باش من القدام تزيد الجزائر تبني فنادق ومرافق رياضية، باه الفرق الجزائرية تولي تحضر هنا في الجزائر، كي يولوا عندنا مرافق ورياضية وفنادق، علاش نروحوا نخسروا دراهمنا؟ ايكيب تروح لفرنسا، ايكيب تروح لابولون، ايكيب تروح لتونس، ايكيب تروح للمغرب، ايكيب تروح علاه، ايكيب تروح لاسبانيا علاه؟ دروك الناس كانت جايه تخدم، قال لك الحاج ما كانش يخمم بصح، الحاج محمد جاء في وقت لازم الشعب الجزائري يفرح، وفرح الشعب الجزائري، جاء في وقت لازم الشعب الجزائري يفرح وفرح الجزائريين، بعد قاعد يخدم، قاعد عنده مشروع قاعد حطه، مش كيما تاعنا هذاك شاف دايره هذاك تاع وزير الشبيبه والرياضه، مدير تاع نادي ثقافه وبعد جابوه وزير الشبيبه والرياضه حطوه، وكما صار المشروع تاعو يسلم على حشود يبقي على خير، مين يجي حشود يسلم عليه كيما هكا، المشروع تاعو كان يبقي الجوار على خير ويلقى الجوار يسلم عليه، هذه هي هذه صيك هذه صيك. وهذه الشركه فرع من فروع الفنادق شيراتون من ليديا، هذه متخرجه من تاع الشركه تاع الشيراتون والميريديا اللي بناو، شركه اللي بناو الشيراتون والميريديا متخرجه منهم، وهذا خريج من شيراتون والميريديا، والحاج في طلب بهذه الشركه تمد للجزائر 20 مليار سنتيم سنويا. ونقول لكم علاه، راك تقولوا كيف الحاج طلب 20 مليون سنتيم سنويا من الشركه، الحاج محمد روروا باش يكري لها الفندق، باش يكري لها الفندق، علاه؟ خاطر غادي يستثمر، هما يستثمروا وهما عندهم الاكسبيريونس في التطوير، عندهم يجيب لك الطب تاع الرياضيين، يجيب لك اختصاصيين، يجيب لك ناس اللي يطوروا اللعاب يكون صغير، المهم هما كيما انت عندك حانوت لوكال خاوي ما عندك شيء، شا دير؟ تستثمر فيه، تجيب واحد شركه شركه يعطيك الدراهم وراه خدام هنا طبه تاعو طبه، ويكونوا عندنا، والحاج شافرض عليهم لازم يكونونا اطباء، يكونونا اطباء، باش تفهمونا اش انا نقول لكم. والمشروع الحاج محمد راوراوا وين كان رايح؟ شو الحاج لبدا يجيب حاجه، يجيب له واحد جزائري يتعلم معاه، عرفت؟ شو ناس وطنيين، ناس اللي ما يخدعوش ذي البلاد، مشي جايب لك طبيب ما كانش معاه، لا الحاج محمد راوراوا كان يجي قال لهم جيبوا لي بروفيسور تاعكم، جيبوا ناس اللي يعرفوا يخدموا في الفنادق، بصح اشتيا لا لازم الطبيب الطبيب معاكم بروفيسيونير، وانا نجيب لكم طبيب جزائري يخدم معاكم يتكون معاكم، يتكون سبحان الله تكوين مليحه، اللي يقعد يخدم تابع الاتحاديه، واللي يروح يخدم يدير عياده روحه ويقعد يخدم، الله يسهل، بصح المهم طبا يتكونوا يكونوا جزائريين، ما يروحوش للخارج يتكونوا، والديهم يخسروا عليهم دراهم، يجوا هنا يتكونوا. شوف الناس كي كانت تخمم، الناس ما كانش يخمم على ولاده ويخمم على الاهل تاعو، لا كان يخمم على الجزائر عامه، كان يخمم عليا، يخمم على فلان، يخمم عليا، ماشي بالاسماء، كان يخمم على الجزائريين وعلى الناس اطارات اللي راهم قاعدين. خاطر الحاج محمد كي كان غادي يحل فنادق هادو، او موا كان غادي 200 طبيب يخدم، يتكون 200 طب يتكونوا مكونين، ماشي يخدموا يخلصوا، يكونوا متكونين، يطوروا العمل تاعهم، واللي عنده يروح يخدم يدخل عاود يدخل للسبيطار، طبيب تاع عظم، واحد طبيب تاع اسنان، واحد طبيب تاع عينين، واحد طبيب، كل واحد وين يروح يتكون. وكاين عمال تاع فنادق،
فانيك قال لهم نجيب لكم جزائريين يدخلوا معاكم عمال جزائريين يتكونوا في الفنادق، ومن بعد هذوك يعاودوا يتخرجوا فانيك. شو كان يخمم الحاج محمد راو كاش يخمم على روحه.